مشاهدينا الكرام، نحييكم في برنامج مرشح أمة، والذي من خلاله تقوم وزارة الإعلام وجريا على عادتها بإتاحة الفرصة من خلال قنواتها للسادة مرشحي مجلس الأمة لطرح رؤاهم وبرامجهم الانتخابية. وفي هذه الحلقة الخاصة نقوم بتسليط الضوء على السادة مرشحين الدائرة الثانية والثالثة والرابعة في الانتخابات التكميلية. ونبدأ بالسادة مرشحين الدائرة الثانية، وذلك حسب الأحرف الأبجدية. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد حاج لاري، مرشح عن الدائرة الثانية انتخابات تكميلية 2014. بسم الله الرحمن الرحيم. بالبداية نحمد الله سبحانه وتعالى على نعمه الكثيرة علينا في الكويت، نعمة الأمن والأمان والاستقرار، ونتمنى إن شاء الله من الجميع مرشحين وناخبين وناخبات في المشاركة بهذه الانتخابات بكل حرية وبكل قوة، لنثبت للعالم قبل الداخل أننا فعلا شعب يستحق الديمقراطية ويستحق الحرية. بداية طبعا أسجل شكري وتقديري للمستقيلين من الأعضاء: علي الراشد، رياض العدساني، صفاء الهاشم، عبد الكريم الكندري، حسين القويعان. كفوا ووفوا، لكن هذا تقديرهم هم بالنسبة للمشاركة وعدم المشاركة في الحياة البرلمانية، ونتمنى لهم إن شاء الله كل خير في حياتهم الخاصة وحياتهم السياسية. عندي كلمتين، طبعا كلمة أولى أبديها للي عازفين عن والعازفات عن المشاركة، وكلمة أخرى إن شاء الله راح نقولها حق الإخوان المشاركين والمشاركات. أنا أقدر يعني الإحباط الموجود في لدى الكثير من هم في الشارع الكويتي، كثير من مشاكل فعلا الإسكان، البطالة، الفساد الإداري والمال الموجود، كل هذا احنا نقر فيه، ولكن نقول كلمة: شنو الحل؟ هل الحل في المقاطعة؟ أنا أعتقد لا، الحل هو أن نصلح من خلال القنوات الدستورية ومن خلال المشاركة لا المقاطعة. كلمة للإخوان والأخوات اللي راح يشاركون إن شاء الله. طبعاً راح أعرض عليهم بشكل سريع برنامج انتخابي. طبعاً يمكن الانتخابات العامة تختلف عن الانتخابات التكميلية، ولكن باختصار راح نكمل المسيرة مع أخواننا وأخواتنا إن شاء الله وزملائنا وزميلاتنا، وفقنا إن شاء الله في داخل قبة البرلمان على محورين. المحور الأول هو رفع المستوى المعيشي للمواطنين، سواء كان مكافآت نهاية الخدمة أو زيادة المتقاعدين أو علاوة الأولاد أو غيرها، إلا نعتقد إحنا خير الكويت أهل الكويت أولى فيه. النقطة الثانية موضوع التنمية الاقتصادية، أولها طبعا خطة التنمية، وايضا موضوع قانون المناقصات، قانون البي او تي، وغيرها من القوانين نعتقد هي البنيه التحتيه اللازمه للتنميه الاقتصاديه. كلمه اخيره انا اقول، يعني اقولهم شاركوا في الانتخابات، والحمد لله يعني هالسنه الانتخابات مو يعني بشهر رمضان، ان شاء الله يعني يكون قبل شهر رمضان، وكلنا ندخل في هذه الانتخابات ان شاء الله ونشارك، لا لاجل شيء، انا اقول لاجل الكويت، والكويت لها فضل علينا كلنا وتستحق أن إن شاء الله نكون يعني في هذا الموقع وهذه المشاركة القوية. بسم الله الرحمن الرحيم. المرشح حمد عبد الله بدي، انتخابات التكميلية لمجلس الأمة الدائرة الثانية. من أهدافي الاستقرار السياسي والتنمية. الاستقرار السياسي هو التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية، وتكون هذه التعاون مثمر وبناء ومعطاء لدولة الكويت وللمواطنين. هذه من أولوياتي. وكذلك احنا عندنا الأهم الأولويات إن شاء الله هي البطالة. تخرجون كويتيين تقريبا سنويا ما يقارب 7000 خريج ملاقين وظائف وقاعدين ببيوتهم. هذه صراحة يعني كدولة عدد سكانها 1,200,000 ودخلها من تقريبا 15 مليار، هذه ما تصير في دولة يعني غنية، فيفترض أن نوقف عند هذه النقطة. وكذلك السكن، أزمة السكن، الشباب
يعني قاعدين بأجارات وقاعد يدفعون أجارات من رواتبهم، وهذا قاعد يؤدي إلى يعني مشاكل اجتماعية. فيفترض أن تلبية السكن في الأونة الأخيرة كانت تقريبا 70 مليون متر مربع عددها وزارة النفط لبلدية الكويت، فيفترض أن هذه توزع في أسرع وقت ممكن. كذلك عندنا من المهام اللي هي الطلبة اللي يدرسون في خارج الكويت، كذلك عندهم يعني مشكلة في المصاريف، تقريبا 2000 دولار سنويا ما تكفي أتوقع. وفي قضايا كثيرة من الشارع هذه التمستها أنا من الشباب وغيره، ونتمنى إن شاء الله نلقى لها حلول، ونتعاون مع أخواننا الأعضاء إن الله حالفنا الحظ إن شاء الله. والكثير من القضايا لابد أن تكون مو بس أن نعرض المشكلة، إحنا لازم أن نكون يعني إيجابيين ومتجاوبين. وفي الختام أشكر تلفزيون الكويت، وأشكر على إتاحة لنا الفرصة هذه، وأتمنى في تاريخ 26/6 الأخوان كلهم والأخوات يتواجدون في الاقتراع للتصويت لخدمة الكويت. وهذا يوم لا يكون يوم حر، بالعكس احنا لابد أن نتعاون لدولة الكويت الحبيبة، ولازم نعطيها. وشكرا. خليفة مساعد الخرافي مرشح الدائرة الثانية. حرام أجمل بلد فيها خيرات الدنيا، الله سبحانه وتعالى أنعم علينا بثروة، لله الحمد طائلة، كل طلعة شمس يدخل في ميزانية الكويت 300 مليون دولار، فهذا فضل من رب العالمين لأهلها الطيبين. للأسف ومع هذا نشوف كثير من الأمور سيئة إداريا. حرام أن بلد فيها كفاءات من شباب ومن فتياتنا ملاقين أماكن يتواجدون فيها ليفيدوا وطنهم من خلال اختصاصاتهم. حرام أن عندنا دراسات من أجمل الدراسات أعدها خبراء كلهم في مجال تخصصه، في التعليم وفي الطبابة وفي الإسكان وفي الاقتصاد وفي الإدارة، من حكومة إلكترونية وغيرها، جاهزة ولكنها مرمية في الأدراج ويتراكم عليها الغبار. حرام أن عندنا مبادرات مقدمة جاهزة لتطوير كثير من مناطق الكويت وخدماتها، ما زالت أيضاً مهملة. ولو دخلتوا باليوتيوب على جزيرة فيلتشة، على مدينة الحرير، على أمور مثل خور الديرة، شارع عبد الله الأحمد، إضافة إلى دراسات عدها الخبراء سواء مجلس على التخطيط أو توني بلير أو اللجنة الاستشارية الأخيرة اللي سووها، وضعت حلول لكل مشاكلنا، ليش مو قادرين نصلحها؟ كذلك لا نستطيع أن نعمل بظل عدم استقرار سياسي. مطلوب من هو قادر على سحب فتيل هذه الأزمات وحلنا المشاكل. ملينا الشباب، مل، أحبط سام من اللي قاعد يصير. من خلال التعاون أنا جاي، إذا الحكومة سوت زين نقول بارك الله فيك، إذا أخطأت فنحاسبها من خلال أدوات دستورية أعطاني هالدستور للرقابة. وكذلك إذا عندها مشاكل في التشريع نساعدها لحل هالمشاكل من خلال التشريع. إحنا جميعا نجاح الحكومة نجاح لنا، لهذا إحنا ندعم الحكومة وليس نحارب الحكومة. لم نأتي لنتصادم معها، بل نأتي لنتعاون معها، ولكن إذا أخطأت سنقول لها أخطأتي ولن نخاف في قول الحق لومة الآن. وشكرا. الرحمن الرحيم، مرشح الدائرة الثانية أخوكم عبد اللطيف باقر. أشكر تلفزيون الكويت على إتاحة الفرصة لأتحدث عن بعض برنامجي الانتخابي. الانتخابات واجب وطني، والدعوة للانتخابات واجب وطني لكل مرشح ولكل ناخب، وكل مواطن لديه مسؤولية يجب أن يتحملها. وأنا اتخذت شعار حملتي الانتخابية
أننا مسؤولون انطلاقا وحرصا مني على أداء المسؤولية ورغبة مني في حب الكويت. الكويت بلد المعطاء، الكويت بلد جميلة، الكويت صغيرة في حجمها ولكنها كبيرة في حكامها وكبيرة في رجالها وكبيرة في سواعد أبنائها الكرام. وجل اهتمامي وتركيزي هو على الشأن الكويت الداخلي، شأن الكويت الداخلي، والذي هو أساسه المواطن الكويتي، والذي يحمل كثير من القضايا ومن الهموم، والقضايا كالقضايا السكانية والتعليمية والصحية. وإن شاء الله يعني أنا بدوري إن شاء الله سأقوم بإن شاء الله حل وإعانة هذا المواطن إن شاء الله لحل قضايا وهمومه، وإن شاء الله أدور له فرص توظيفية تكون يعني فرص توظيفية قادر على إن شاء الله يعني حتى لحل قضايا ومشاكل الصحية والتعليمية والصحية. وهذا طبعا ما يتمناه إن شاء الله كل مواطن، أن تتحقق رغباته وأمنياته إن شاء الله، اللي في الدرجة الأولى تهم مصلحة الوطن ومصلحة المواطن ثانيا. وأتمنى إن شاء الله أن أوفق وأحقق جميع مطالب الهموم التي يحملها المواطن الكويتي، وشكرا لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. أخوكم المرشح محمد جاسم محمد حسن، مرشح بالدائرة الثانية. شعار الحملة الانتخابية: نعمل لرفعة هذا الوطن. يدا بيد نعمل جميعا لرفعة الوطن، والعمل على توفير كافة سبل الراحة للمواطنين. من أجل الكويت نتكاتف جميعا لرفعة هذا الوطن. هدفنا خدمة الكويت أولا، بعيدا عن أهداف شخصية. العمل على تطوير الخدمات الصحية والتعليمية وتوفير فرص العمل، ونتطلع إلى استقرار هذا البلد. الشباب هم عماد المستقبل، لذلك لا بد من العمل لتوفير كافة احتياجات الأساسية لهم. العمل على إقرار القوانين التي تخدم الكويت والكويتيين، لنعمل جميعا لنعيد الكويت درة الخليج ومركزا ماليا وتجاريا. إقرار القوانين التي من شأنها العمل على الاستقرار الاقتصادي. دعم الشباب هو الركيزة الأساسية لتطوير المجتمع، لذلك أقول يدا بيد جميعا وبحب الكويت ننطلق للأفضل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكويت بحاجة لنا جميعا، إما أن نكون متفرجين أو أعضاء فاعلين، لنكون يدا واحدة في تحقيق أحلامنا وتطلعاتنا في الإصلاح والتنمية. الدكتور محمد مناع الرشيدي، مرشح تكميلية الدائرة الثانية 2014، إرادة حرة، عدالة اجتماعية. ونبقى الآن مع مرشحي الدائرة الثالثة. معكم المرشحة أماني الصالح، الدائرة الانتخابية الثالثة. من ضمن القضايا اللي كنت حابة أطرحها وأنها توصل للمجلس قضايا المواطنين اللي للحين ما شفنا لها حلول، مثل عندنا وزارة الإسكان فيها عدة قضايا، وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل والهيئة العامة للتأمينات، وكذلك في عندنا في قضايا في عدة وزارات وفي عدة هيئات، منها التعليم والصحة طبعا اللي احنا نعاني منها.
بالنسبة حق وزارة الإسكان في عندي قضايا تخص المرأة بشكل كبير، هذا اللي احنا نحتاج لها عدة حلول. طبعا أنا ما أهضم حق الرجل، ولكن هم المرأة لها دور. في عندنا مثلا موضوع بدل الإيجار للمطلقة، عندنا المطلقة ما تأخذ بدل الإيجار إلا في حالة الموافقة من الزوج اللي هو الطليق، هذه مشكلة كبيرة. يعني احنا ننظر الى ان لو فرضنا ان الزوج او الطليق كان متزوج الزوجة الثانية، فالمطلقة ما تستحق هذا البدل الا بموافقة الطليق، هذه عندنا نقطة كبيرة. عندنا بنك التسليف اخص للمرأة 45,000 و70,000، ولكن حط لها عوائق بحيث ان في شروط المفروض انها يعني تطبق عشان تستلم هذه المبالغ. انزين احنا لو يعني خلينا نكون واقعيين، المبلغ هذا 45,000 و70,000 شو يشتري لك بالكويت اذا العقارات مرتفعة؟ فاحنا نقول يا وزارة الإسكان وبنك التسليف خصصوا حق المطلقة أو الأرملة اللي تستحق نفس هذه المواصفات أرض وقرض أو بيت حكومي، لأن الدستور الكويتي مادة 7 ما ميز بين المرأة أو الرجل، قال لك المواطن الكويتي. في عندنا مثلا التأمينات نقول نتكلم فيها مشاكلها، زيادات اللي هي سنوية اللي هي كل 3 سنوات 30 دينار، هذه ما تكفي طبعا حق المواطن، يرفعون الرواتب من هني حق المتقاعدين ويصير في عندنا غلاء معيشي. في عندنا بند اللي هو في حال جمع الأنصبة في التأمينات الاجتماعية بالنسبة حق المطلقة، إذا مثلا توفى زوجها أو أبوها أو أخوها تجمع الأنصبة إذا كانت غير موظفة بقيمة 920 دينار، في حال إذا كانت موظفة أو متقاعدة تجمع بلا حدود، هذا ظلم حق المواطنة، فلازم يكون في عدل. يعني هذه موظفة وهذه غير موظفة، ليش هذه لها حدود وهذه ما لها حدود؟ في عندنا كذلك بالنسبة حق مشكلة وزارة الشؤون أقرت الوزيرة السابقة الله يذكرها بالخير ذكرى، في حال ربة الأسرة تستلم على عمر 55 راتب، وفي عندنا ربات أسر صغيرين في السن، يعني المفروض أن ربة الأسرة سواء كانت صغيرة في السن أو عمرها 55 تستلم راتب من الحكومة عشان لا تقعد بلا وظيفة، لأن عندنا ديوان الخدمة ما شاء الله يعني من 5 سنوات وفوق طلبات موجودة، ما في يعني مواطن قدم في ديوان الخدمة المدنية وتم توظيفه بعد 6 شهور لو فرضنا نقول. فيعني في عدة قضايا، وإن شاء الله أوصل الصوت للمجلس وتنحل هالأمور إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. المحامي بسام عبد الرحمن العشعوسي مرشح الدائرة الثالثة. بداية وإيمانا بالدستور وانسجاما مع مبادئنا الراسخة في المشاركة الدستورية الفاعلة والمشاركة بكثافة، لأنه أنا أتصور أنه أنا كنت أحد المؤمنين والمنادين بضرورة المشاركة وفقا للأطر الدستورية والتشريعية. يمكن هناك بعض الأهداف والتطلعات والرؤى، الحديث عن برنامج انتخابي يعني يكاد يكون في ظل المرحلة الحالية وفي ظل عدم وجود قانون ينظم الحياة السياسية في الكويت يكاد يكون مستحيل. لذلك يمكن كانت أحد الأهداف أو أحد التطلعات والرؤى العمل على إصدار قانون ينظم الحياة السياسية في الكويت بحيث يستلهم مبادئ ورؤى وتطلعات دستور 1962، العمل على تنظيم الحياة السياسية عبر إصدار قانون ينظم الجماعات السياسية بالكويت. هذه يمكن من ضمن يعني أحد الأفكار. 2، العمل على تعديل كافة القوانين اللي المقيدة للحريات المواطنين بما يتوافق كذلك مع حقوقهم السياسية والدستورية التي كفلها الدستور. 3، يمكن من أحد الأهداف والتطلعات والرؤى أمانة تعزيز قيم المواطنة بين وبث روح الولاء والانتماء بين المواطنين، بعدما يعني وجدنا في الآونة الأخيرة هناك استقطابات معينة، هناك فروقات، أصبح الآن الوضع السياسي في الكويت وضع يعني وكأن الشارع انفرز إلى 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 جماعات معينة. أنا في تصور الخاص إنه أي خلاف سياسي ممكن أن يحل. الخلاف السياسي في الحياة السياسية هو أمر مطلوب ومشروع، إلا أن يعني ذلك الخلاف يجب أن يكون وفقا للأطر
والأهداف والغايات التي نظمها الدستور عبر يعني عبر الدخول إلى مجلس الأمة ومحاولة تذييل كافة العقبات من خلال مبادئ مجلس الأمة. في النهاية أنا يعني شاكر لوزارة الإعلام وشاكر لتلفزيون الكويت تحديدا على هذه الدعوة والاستضافة الكريمة، وشكرا لكافة الجهود والأخوة العاملين. بسم الله الرحمن الرحيم. أخوكم جاسم محمد أبو الكندري الدائرة الثالثة، أعاهدكم جميعا على العمل للدفاع عن حقوق المواطنين وتلبية حاجاتكم من دون مبالغات ووعود غير قابلة للتنفيذ. نعم، نريد بناء كويت أفضل لتقديم خدمات أفضل لجميع المواطنين من خلال تنمية حقيقية وليست وهمية، ومشروعات يلمسها المواطن على أرض الواقع. وهدفنا تحسين الخدمات التعليمية والصحية والإسكانية، خاصة التي يعاني منها المواطن الكويتي. إنني عازم على وضع خطط لبناء شركة بين الحكومة والقطاع الخاص لإنجاز المشاريع السياحية والترفيهية والإسكانية، تستوعب مخرجات تعليم وتوفير فرص وظيفية لشبابنا تواكب التزايد السكاني المتواصل. ولا ننسى دور المرأة في المجتمع ودعمها بكل ما تطمح إليه. إلى جانب ذلك، هناك قائمة الشرف للمتقاعدين، وهم قدموا زهرة شبابهم للكويت، وعلينا أن نرد الجميل بدعمهم المتواصل والاستفادة من خبراتهم في كل المجالات. سنعمل بقوة وتعاون بروح الفريق الواحد لمحاربة الفاسدين في مؤسسات الدولة، كما وسأعمل على تعزيز التنافس في الأسواق لمواجهة غلاء الأسعار، مع تشديد الرقابة على كافة مراكز الخدمات التسويقية والمحلات التجارية والمطاعم، بما يعزز الرقي والتنافس الشريف. الكويت أعطتنا الكثير وتستحق منا الكثير، لنعمل معا من أجل وطننا الغالي، كويتنا الحبيبة، حاملين فوق أعناقنا أمنها واستقرارها. أبناء الدائرة الثالثة، 26 يونيو موعدنا لكل من يحب الكويت ويريد بناء الكويت، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. المرشح حيدر غضنفري، دائرة الانتخابية الثالثة، انتخابات التكميلية. في البداية أشكر وزارة الإعلام على إتاحة الفرصة للمرشحين لإبداء آرائهم وبرامجهم الانتخابية. أنا برنامج انتخابي واضح كان نعم للوحدة الوطنية، هذا ما أؤمن فيه وبديت فيه وعملت اجتماعات على مستوى الكويت في ذلك. أنا أقول إذا كان في حب وتعاون وإصلاح يعطينا هذه المعادلة، يعطينا المواطن الصالحة، أقوال صالحة، أفعال صالحة، أفكار صالحة يساوي مواطن صالحة. أي مجتمع من المجتمعات الموجودة إذا كان في وحدة وطنية في المجتمع من كافة أطياف المجتمع، هذا راح يولد أوتوماتيكيا عندنا الأمن والاستقرار. مثل ما تولد الأمن والاستقرار راح تولد عندنا التنمية للمشاريع الكبرى وازدهار بالاقتصاد، لأن رأس المال في أي دولة في الدول العالم وصاحب رأس المال جبان في أماكن ما في استقرار. أنا أدعو الأخوات في الكويت وأبائي وأبنائي وأخواني أن نتحرك على الوحدة الوطنية كما كان آبائنا وأجدادنا في الماضي في رحلات الغوص أو في رحلات السفر أو في الانهيارات اللي صارت في سد الهدامة، تعاونهم وتعاضدهم مع بعض، وكذلك لحماية الكويت من الغزو الخارجي، والدليل على ذلك أنهم تعاونوا في شهر رمضان الكريم وبدوا في بناء السور لحماية أبناء الوطن من الغزوات الخارجية. برنامجي كذلك راح يكون على الشباب وعلى الصحة وعلى قانون التأمينات الذي أساء بقانون الجديد على الشباب، مما راح يؤدي في المستقبل مشاكل مالية أسرية كبيرة
وأنا أعتقد أن حتى الصحة مهمة. الأمن نعمتان مجهولتان، الأمن والصحة، الأمن في الوطن والصحة في الأبدان. هذا ما أنا راح أكون، وإن شاء الله اللي حلقات راح أبينها كلها بالتفصيل كامل وبأرقام وبشواهد من ذلك، والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. محدثكم مرشح الدائرة الثالثة طاهر علي طاهر الفيلكاوي، لواء ركن طيار متقاعد، حاصل على شهادة بكالوريوس في العلوم السياسية وشهادة ماجستير في الدراسات الاستراتيجية. شاركت في يوم 2/8 دفاعا عن الكويت بثلاث طلعات جوية على طائرات الميراج. شاركت في حرب تحرير الكويت كطيار مقاتل على طائرات الميراج. تقلت عدة مناصب في حياتي العملية، مدرب طيار قتال جوي على طائرة الميراج، ثم آمر سر لطائرات F-18، ثم آمر لمركز العمليات القوة الجوية، ومن ثم مساعد لآمر قاعدة أحمد الجابر الجوية، وبعدها أصبحت نائب سابق في المجلس المبطل الثاني. شاركت في اللجان التالية في المجلس المبطل الثاني: مقرر لجنة شؤون الخارجية، مقرر لجنة حقوق الإنسان والبدون، عضو في لجنة المرأة، وعضو في لجنة تحقيق في طائرة كسر الإضراب الكويتية. شاركت في إنجاز 142 قانون في المجلس المبطل الثاني، تقدمت ب 42 مقترح، منها ما يساهم في حل الأزمات الإسكانية والصحية والتعليمية والاجتماعية والوطنية، ومنها ما يحقق العدالة لذوي الاحتياجات الخاصة وأبناء الكويتية. أسعى إلى الاستثمار الاستراتيجي في الأجيال القادمة التي ستتولى عجلة القيادة بعدنا، ولهذا يجب أن يتم تأهيلهم من الناحية الاجتماعية والوطنية والثقافية، وأشدد على تقوية الروابط الأسرية، فالأسرة المفككة تؤدي إلى مجتمع مفكك. تقدمنا بالكثير من الاقتراحات، وإن شاء الله عندما نعود للمجلس سنفعل هذه المقترحات وسنقدمها للمجلس، ومن ثم لإقرارها، ومن ثم للسلطة التنفيذية لتنفيذها لتحسين وضع المواطن المعيشي في شتى المجالات. أطلب من جميع المواطنين التوجه إلى صناديق الاقتراع واختيار من يرجون فيه الخير للبلاد والعباد، ويتمتع بالأمانة والإخلاص للكويت. وأسأل الله أن يوفق أفضل المرشحين للوصول إلى قبة عبد الله السالم، وهذا التوفيق يكون بفضل الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل حسن اختياركم أنتم. وتذكروا أن الكويت ليست للبيع. بسم الله الرحمن الرحيم. الاسم عثمان عثمان الكوح، مرشح الدائرة الثالثة. القضايا اللي من أولوياتي اللي هي وزارة التربية، وزارة الأسكان، وزارة الصحة. وزارة التربية، يجب على وزارة التربية مراقبة دور المعلمين الوافدين في انتشار دروس الخصوصية، والسبب غياب دور وزارة التربية. يجب وضع العقوبات الصارمة عليهم. ثانيا، قضية الإسكانية هي من أولويات المواطن الكويتي. وزارة النفط وفرت مساحة 70 كيلومتر مربع للرعاية السكنية، ويجب على الحكومة اتخاذ القرار وسرعة العمل والتنفيذ في البنية التحتية. ثالثا، وزارة الصحة يجب عليها الاهتمام في بناء مستشفيات حديثة ومطورة. وبخصوص إدارة علاج بالخارج، أتمنى المساواة والعدالة بين المرضى. رابعا، نتمنى من الحكومة أن تزيد علاوات الأولاد من 50 دينار إلى 100 دينار، وذلك لمواجهة قلاء المعيشة. وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم عمر عبد الله الهاجي، مرشح دائرة الثالثة.
مشاكلنا كثيرة وكلنا نعرفها، منها الإسكان، التعليم، الصحة والتوظيف، والكثير تكلموا عن هالمشاكل لكن أنجزوا قليل. وسبب رئيسي لعدم قدرتهم أنهم يحلون المشاكل هو عدم وجود استقرار سياسي. وإن شاء الله بأيام القادمة راح أتكلم بتفاصيل عن حلول لهالمشاكل، وإن شاء الله بإمكانكم أنكم تتواصلون وياي عبر تويتر على العنوان @2014Q80. مرة ثانية 2014Q80. شكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، لقد آليت على نفسي مخلصاً ومن ذا فترة ليست بالقصيرة التطوع للعمل العام وخدمة المجتمع وأبنائه، واتجهت لدراسة الحقوق كي أتولى مهنة المحاماة للدفاع عن الحقوق. وها أنا المحامي فوزي صقر فهد الصقر أترشح لخوض الانتخابات مجلس الأمة عن الدائرة الثالثة استمراراً لمسيرة الخدمة الوطنية والتي أعتبرها رسالتي في الحياة. إنما دفعني إلى ذلك هو كثرة الهموم التي يعانيها الكويتيون خاصة في السنوات الأخيرة من عدم الاستقرار على الساحة السياسية والفساد الإداري والروتين وضعف شعور المواطنين بثمار التنمية الاقتصادية، ناهيكم عن المشكلات التي تحيط المجتمع الكويتي. إن التصدي لمشكلات وهموم الوطن والمواطنين يجب أن يكون الهدف الأساسي لمن يحوز على ثقتكم الغالية. فالكويت تمتلك من الإمكانيات المادية والبشرية، فإذا أحسن استخدامها وتوظيفها سيضعها بمكانة متقدمة على الخريطة العالمية، والتغلب على كافة مشكلاتها من تعليم متطور حديث وعلاج على أفضل المستويات العالمية وإسكان لجميع المواطنين وخدمات ومرافق عامة، أخذاً بأحدث الوسائل التكنولوجية الحديثة وتحقيق العدالة في توزيع الدخل والثروة، والتغلب على المشكلات الاجتماعية مثل أبناء الكويتيات البدون. وفي ختام كلمة الموجزة، فإنني أنوه إلى أن مرشحكم الذي سينال شرف تمثيلكم لا يعمل بمفرده، وإنما بمساندتكم ودعمكم المستمر له. وفقني الله وإياكم لما فيه الخير والعزة للكويت وشعبها العظيم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، أنا مرشح الدائرة الثالثة ونزلت فيها كوني أنا ترعرعت وربيت في هذه الدائرة وإخواني وأهلي وناسي. أعرفكم بنفسي، أنا نجم الشراح محامي حاليا ومارس مهنة المحاماة من خلال مكتبي. كنت ضابط سابق في وزارة الداخلية، خريج جامعة الكويت كلية الحقوق سنة 88. لي أهداف ولي تطلعات ووجهات نظر، لي أمل أني أحققها من خلال مجلس الأمة. أنا أعمل فيها حاليا وأحقق هذه الإنجازات من خلال مكتبي على مستوى يعني بسيط، ولكن هذا الإنجاز يكون فردي وليس إنجاز جذري. لذلك لما قررت أني أخوض هذه الانتخابات التكميلية، فكرت أن كل هذه الأفكار اللي عندي أنا قاعد أحلها من خلال المكتب يكون تكون حلولها من خلال مجلس الأمة، وهي أول شيء الإسكان طبعا والصحة والتعليم. والإسكان، أنا لما أتكلم عن الإسكان ما أتكلم عن أنه والله ان راح اوفر اراضي ولا اوفر سكن، لا، انا اتكلم عن قانون الاسكان رقم 47 قرر على ان كل مواطن كويتي عندما يسجل في الرعاية الاسكانية خلال 5 سنوات يستحق هذا السكن. فهناك كثير وعديد من الافراد في المجتمع عندما قدموا طلبات الاسكان لم يتحقق هذا النص ويطبق بحذافيره. اغلب المجتمع الكويتي اللي استلم بيته قعد 15 سنة واللي قعد 20 سنة. لذلك
هناك شباب حلوين طيبين قال يوني كانوا مسوين ناطر بيت، فشكوا لي هذه الشكوى، ومن خلال هؤلاء الشباب عديت صحيفة الدعوة ورفعت دعوة على أن يطلع لهم تعويض من بعد السنة الخامسة إلى ما يصدر لهذا البيت. وأيضا هناك فكرة يتني لهم على أن والله هذا التعويض يأخذه مو بس هذا الإنسان اللي رفع دعوة عندي، المفروض كل كويتي يعوض، كل كويتي عندما يقدم على طلب البيت يجب أن يكون يعني لا تعويض عادل بدل 150، أنا أقول 500 دينار بدل إيجار. لذلك أنا أختم كلامي على أن أقول إن شاء الله الله يوفق الجميع، وهذه انتخابات وعرض ديمقراطي، وأتمنى من الشعب الكويتي قاطبة أن يروح ويقترع في هذه الانتخابات ولا يقاطع. وشكرا. أخوكم نجيب العوضي من دائرة الثالثة. عندي كلام الحقيقة وايد أقوله، لكن أقول قد نكون أو لا نكون، علينا أن نحافظ على هذا الوطن الجميل ونكرس حياتنا على أعماره. بالإرادة وبالإصرار وبالعزيمة نبني هذا الوطن، لنحافظ عليه كما نحافظ على أبنائنا، ونكرس العمل على النهوض في المؤسسات، ونتعاون مع الحكومة، ونود أن نكون مخلصين في عملنا، جادين في عملنا، لأن وطننا أحلى وطن، وطننا أحلى وطن، وطننا أحلى وطن. والشعب الكويتي ذو إرادة، ذو عزيمة، ذو إصرار على العمل، وأثبتت التجارب أن الشعب الكويتي عزيمته قوية. يجب أن نترك المهاترات وراء ظهرنا ونعمل بجد، ننهض ونقول لا للكسل، لا للتراخي، لنثبت للعالم رغم الخلافات اللي بيننا أن الكويتين يعملون، وهذا وطن يستحق التضحية منا، من المواطنين والمقيمين في هذا البلد الكريم المعطاء. نحن نقف بجانب الحكومة في الصواب والخطأ، وعلينا أن نقومها بالكلام وبالفعل. يجب أن نرى الحكومة بأننا نعمل، نعمل ولا ندع لها أي تبرير بأننا متراخين، نعمل لتعمل معنا من أجل هذا الوطن الكريم، ونحافظ على الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية، الوحدة الوطنية، لا للطائفية ولا للقبلية. نقول الكويت أولا وأخيرا، منها نبدأ ومنها ننتهي، ونقول احنا ككويتيين لازم نتكاتف على العمل في جميع مؤسسات البلد. واقول يا اخوان حطوا عيونكم، سواء انا وصلت ولا اخواني الباقي وصلوا، حطوا نصب عيونكم للكويت والشعب الكويتي الكريم، ترى يستاهل منكم الكثير. وشكرا، ما قصرتوا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنا الدكتور وليد الطراروة، مرشح الدائرة الثالثة. في الحقيقة سبب ترشحي هو خبرتي وتجربتي وإمكانياتي التي عملت يعني فيها ومن خلالها في القطاع الخاص، وكخبير وكرئيس قطاع موارد بشرية أستطيع من خلالها أن أنقل تجربتي ومؤهلاتي وخبراتي إلى أرض الواقع. نستثمر أولا في التعليم، تعليم متميز، تعليم يعني يتماشى مع روح العصر، مدرسة ذكية، فصول رقمية، معلم ومعلمة نؤهلهم لإدارة المدرسة بطريقة ذكية. نستثمر في الشباب، نعلمهم
ونؤهلهم من خلال يعني مناهج على مستوى حديث على مستوى متطور يبنون من خلالها مستقبلهم، نوفر لهم الأموال عندما يتخرجون، نجد لهم وظائف، نخصص لهم موارد مالية يستثمرون من خلالها، يبنوا حاضرهم لكي إيش يعيشوا في مستقبلهم ويكون بديل يعني لدخل ثاني يكون عن النفط. وكذلك نوفر لهم الرعاية السكنية من خلال بدائل، ولا بد أن تكون هناك البدائل من خلال التعاون مع الجهات المعنية. وكذلك المتقاعدين يجب أن نضع لهم جزء لا يتجزأ من اهتماماتنا ورعاياتنا، وكذلك أصحاب الاحتياجات الخاصة والأسرة نبنيها بطريقة يعني نقلل من الطلاق، نسبة الطلاق، ونكثر من تزاوج أو زواج الشباب حتى يبنى المجتمع بطريقة ذكية، ويكون هناك يعني نوفر كل الاحتياجات اللي نستطيع من خلالها أن يكون هذا المجتمع مبني على أسس وعلى معايير تتماشى مع روح العصر اللي هو يمثلها روح الشباب، ونكون إحنا جزء لا يتجزأ من هذا البناء الذي يستحق أو تستحق بلدنا. لذلك في النهاية أشكركم على الاستماع، وأتمنى أن أراكم في يوم الانتخاب. صوتكم أمانة، واهتمامكم في من يستحق أن يعطى صوته أمانة. أشكركم في النهاية وأتمنى التوفيق للجميع. ونبقى الآن مع مرشحي الدائرة الرابعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معاكم مرشح الدائرة الرابعة المهندس حسين أحمد أشكناني. وأتكلم طبعا عن برنامجي الانتخابي، أو هي أنا عندي رؤية معينة، اللي هي أولا عندي المتقاعدون، وثانيا عندي نقطة معينة عن إخواننا البدون. المتقاعدين نقطتين عندي حقهم، الأولى أن الحكومة أو التأمينات الاجتماعية لازم تسهب في مراعاة المتقاعدين بالنسبة لرواتبهم، هذه واحدة. الثانية كبناء المستشفى خاص لهم وعلاجهم بالخارج والتأمين الصحي لهم في يرجع في تخصص نفس المستشفى، يعني في المستشفى يكونونه والعلاج بالخارج مع مراعاة التأمين الصحي لهم ولعائلتهم. يعني هذه نقطة. النقطة الثانية بالنسبة للبدون نقطتين اتفرغ منهم، واحدة ان الحكومة صرحت ان في بعضهم يستحق الجنسية، هذه واحدة عطى الجنسية. الثانية تعرف وضعه، عدل وضعه، حياة كريمة وعيشة كريمة وشغلة عندك وتنتهي. بالنسبة حق الولدون ما شاء الله بالكويت النعي في أمور معينة، مثلا لما نشوف الوضع الإقليمي دار مدارنا، إذا إحنا ما عندنا وعي كافي وقدرة كافية على سيطرة مشاعرنا وأمورنا داخل الكويت، إحنا ما نقدر نصير نفس الدول الخارجية. فالأفضل لنا أن وعينا يظل مستمر مثل ما هو الحين، يعني وعي وحس وطني عالي جدا في وضع الإقليمي اللي عندنا. وأنا أشدد من هالناحية في رؤيتي مستقبلية للكويت أن نوعي الشعب أكبر من الحين وأكثر من الحين. أتمنى يعني من كل قلبي أن الشعب الكويتي يظل على مستوى بيد وحدة، نسيطر على وضعنا الداخلي بيد واحدة. وطبعا هذا كله وراء قائدنا الله يحفظه الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح وولي عهد الأمين، أن نشوف رؤاهم شنو هي ونطبقها عملي، مو بس نسمع وما نقرر، لازم نسمع ونقرر ونطبق. لازم نعيش على الأرض ونحافظ عليها مثل ما حافظوا عليها أجدادنا وحافظنا عليها قبل 22-23 سنة. اللي عايش في الفترة هذه ومر فيها هو يعرف أنا شنو أقصد. وأتمنى من الشباب حاليا أن يراعون جميع الظروف
حق المجتمع الكويتي. خلكم واعين ودائما فتحوا يعني عيونكم على الكويت، وخلوا الكويت قدامكم اولا واخيرا ونهائيا، يعني لا تفكرون بشيء ثاني بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. مرشح الدائره الرابعه تكميل مجلس التكميل 2014 خالد عويض الدحاني. بسم الله الرحمن الرحيم. بخصوص التنميه وانتم عارفين بخصوص التنميه الاسكان من ناحيه الصحه من ناحيه هذا، يعني شيء كل مواطن يتمنى انه يعني يشوف الشيء الزين من ناحيه اللي في الكويت وعلى مستوى الخليج ومستوى العرب ومستوى العالم كله. بخصوص الوضع اللي حاصل الحين في دولة الكويت من ناحية التنمية، نقول التنمية لأن الصراحة الكويت ما تستاهل من كل هذا، لأن الكويت لما نشوف الدول الخليج يعني نقول وين المشكلة، يعني المشكلة وين فيه؟ هل المشكلة في المال العام أو المشكلة في القرار أو المشكلة وين؟ فأنا مواطن يعني طيور على ديرتي، أحب ديرتي. طبعا أنا بالعلم كنت رياضي على مستوى الكويت وبرا الكويت الفارس خالد الدحاني، واليوم في مجال السياسة أتمنى أكون يعني أوصل رسالة إلى 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 شعب الكويت خاصة حكومته. أتمنى يعني لا متى وإحنا يعني مكاننا راوح، لا متى يعني ما نشوف تنمية. يعني الحين إحنا شفنا الجسور اللي شفتوها في الشوارع الكويت، لما يكون في شرح تلفزيونيا نحس نقول والله الحمد لله يعني في إن شاء الله أمل. فأتمنى من الكويت والقائمين على الكويت إنهم إلى متى لا متى وإحنا يعني مكانك راوح، يعني وبعدين يعني إيش راح يصير؟ فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن الذي يخاطب الناس خير المؤمن الذي لا يخاطب الناس يصبر على أداهم. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول خير المؤمن الذي يخاطب الناس يصبر على أداهم، خير المؤمن الذي لا يخاطب الناس يصبر على أداهم. فمهما كان في أذى أو في شيء لابد إن إحنا يعني نتحمل بعض ونصير يد واحدة، ونتمنى يعني الكويت تكون أفضل وأفضل وأفضل في ظل القائد صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد. شكرا. مرشح الدائرة الرابعة زيد صالح فرج سعيد. أن الاستمرار في هذه الحالة السياسية المتشنجة يؤدي إلى ضياع البلد بأكملها من الناحية الاقتصادية والتنمية، وهجرة رؤوس الأموال وزيادة مشكلة البطالة واستنزاف البلاد لكل طاقاتها الشبابية وانطلاقا منا الواجب الوطني والواجب الدستوري والتزام القانون والإخلاص، نعمل على حماية بلدنا الغالي الذي يمر بظروف صعبة وحالة من الصراع على النفوذ والسلطة، مما ينبغي منا الوعي والحكمة بدرجة كبيرة بهذه الظروف الصعبة التي تمر بها المنطقة، أن العمل على إخراج الكويت من حالة الفوضى والارتباك يحتاج إلى عزيمة، يحتاج إلى عزيمة أبنائه الأوفياء كافة لمساعدته في تخطي هذه المرحلة وإنهاء دابر الفتنة والمحافظة على مكتسباتها الدستور الوطنية والتاريخية. ونحتاج إلى برنامج به أولويات وعمل سريع يلبي كل متطلبات الشعب بجميع فئاته وشرائحه وشعبه دون استثناء مما يعمل وحقق العدل في المجتمع والتنمية والاقتصاد وتطبيق القانون والتطور السياحي وتطور التعليمي ويحمي وحدتنا الوطنية. وأتمنى من الله أن يعيننا على حمل الأمانة والدستور والمسؤولية والسير بها قدما إلى الأمام حتى تكون الكويت عروسة الخليج كما كانت، وتحول الكويت إلى مركز مالي وتجاري واقتصادي كما نتمنى. كما أتمنى أميرنا صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه، وفي ضوء ذلك نصرح هذا البرنامج الانتخابي، والحمد لله الذي فضل علينا بناء نعمة هذا البلد الخير. أولا بناء مستشفيات جديدة، مراكز صحية متخصصة، تطوير المستشفيات ومراكز الموجودة وتجهيزها بأحدث معدات وأجهزة طبية، حقق للجميع ريثما يتم الإصلاح لجلب أطباء وخبرة عالمية،
بناء مدن طبية متكاملة، فتح فروع متخصصة وإشراكها في إدارة التطوير والخدمة الصحية، اعتماد التأمين الصحي في داخل وخارج الجميع لجميع المواطنين. ثانيا الرعاية السكنية، إنشاء مدن إسكانية جديدة متكاملة والخدمات بخدماتها وأنشطها، وتفعيل القانون وسرعة الانتهاء من المدن الجديدة ومدتها بخدمتها، وتقليل المدة من 20 سنة إلى 3 سنوات. تحرير الأراضي الجديدة وتخصيصها بالمؤسسات الرعاية السكنية واشتراك القطاع الخاص في إقامة مشاريع سكنية، التوسع في المشاريع الإسكانية بإشراء المباشر، دعم السلع ومواد البناء الضرورية، وحل مشكلة الارتدادات المجاورة للمباني السكنية. وأختم كلامي، إن شاء الله الكويت تحتاج 3 شغلات، أهمها الاقتصاد، السياحة، الرياضة.